فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل فاته شيء من الصلاة، فإذا سلم الإمام يقوم الرجل ليأتي بما فاته، فهل يكبر حين رجل فاته شيء من الصلاة؟ نعم. فإذا سلم الإمام يقوم هذا الرجل ليأتي بما فاته، فهل يكبر حين قيامه؟ الصحيح أنه لا، يكفي تكبيره الأول الذي قام به من السجود، الذي قام به من السجود يكفي ولا يعيده مرة ثانية. نعم.